يعني بالتأكيد الحديث عن الأستاذ محمد حسنين هيكل وإحنا بنتكلم عن 100 عام من الصحافة ويمكن أزهى عصور الصحافة المصرية والعربية، بنتكلم عن الأستاذ وإحنا في غاية الحقيقة من الشرف إنه يكون عندنا هذه القامات المصرية طول الوقت، فالاحتفاء بيها والاحتفاء بذكراها شيء قريب لقلوبنا جدا. الأجيال الجديدة من الصحافة حضرتك شايف إزاي ممكن يستفيدوا من رحلة الأستاذ الصحفية؟ بقراءته ودراسته والتمعن في مسيرته والتوقف أمام إنجازاته الصحفية التي قام بها حتى في سنه المتقدم عندما كان شابا وحتى آخر لحظة حياته. على كل من يريد أن يكون صحفيا أن يبدأ بدراسة هيكل، وأنا لا أؤله هيكل لكنه تجربة مهمة جدا من الأهمية بمكان لكل شاب أن يقرأ نتاجه الأدبي ونتاجه الصحفي وأن يتمعن في مسيرته المهمة للغاية التي قام بها بشرف ونزاهة وموضوعية. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا الكاتب الكبير يوسف القعيد، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا.